مرحبا، شلونكم اليوم؟ حبيت اشوفكم هذا اللايت اللي نستخدمه للكاميرا، طبعا للكانون او للنيكون ترهم. هذا يجي هيجي، طبعا حجمه صغير، اكو احجام اوكي، بس هذا الحجم صغير. طبعا هذا الضوء مالته كلش قوي، وهذا هنا مكتوب التمبرتشر بابيض وباصفر، يعني هيجي هذا ابيض وهذا اصفر. طبعا هو احنا اكثر شيء نستخدم الابيض، الاصفر يعني نادرا ما نستخدمه، خاصه الابيض يفيد بالفيديو او مثلا بالاعراس، من تكون ظلمه، من يسدون الاضويه، بينما الاصفر يفيد بالصور، يعني مثلا اذا تريد تطلعون الصوره مثلا كانما اكو شمس على الشخص، تحولوه الى الضوء الاصفر. راح اشوفكم شلون اشكله بالكاميرا. طبعا مثل ما قلت لكم يجي بهذا الباكيت، وهاي المعلومات للي يريد يقرا، وراح احط اللينك مالته منين اشتريته. وطبعا هو شكله هذا، وصحيح تشوفوه حجم صغير بهذا الشكل، بس هو الضوء مالته كلش كلش قوي. زين، شلون راح نستخدم هذا؟ من هنا الضوء الابيض اوكي، وهذا الضوء الاصفر. طبعا بكل سهولة تحطون باتريات. اشتريت هذه الباتريات، هاي النوعية موجودة بكل مكان، لان هاي الباتريات تقدرون تشحنوها. شلون راح تشحنوها؟ انتو مثلا بعرس اوكي، هذا اللايت يحتاج الى 4 باتريات اوكي، يعني اقل شيء عندكم مثلا يكونون 8 باتريات، 8 او 16 ولا 16 باتري، 8 كافي. اعتقد 8 كلش كافي. ليش؟ لانه شنو انا عندي باتري تشارجر اوكي، هذا الباتري تشارجر اوكي، تشوفوه هاي الباتري تشارجر. هنا تشحن شنو؟ تشحن هذا الناين الباتري اللي هيك اسمه 9V، وتشحن الاي اي وتشحن الاي اي اي 3 ايات. انا شو اللي سويت؟ خليت هذول الباتريات طبعا الاربعة اوكي، عرس مثلا، او يعني اذا عندي عرس، اذا عندي تصوير، اذا عندي اي شيء، احط هذول الاربعة اللي خلصوا يعني الشحن مالتهم، اخليها بالباتري تشارجر، اشحنهم واستعمل الاربعة اللي عندي، يعني العدد 8، 4 تخلوهن هنا و4 تخلوها بالباتري تشارجر ينشحنون. يعني هذه الفكرة اتصور كلش مفيدة لكم. زين، هسه انا اريد افتحها. طبعا اكو هنا دا تشوفون هذه، من هنا هذه تعلي وتنصي بالاضاءة، يعني اذا تريدون الضوء ما يكون كلش عالي اوكي، او ما يكون كلش ناصي من هنا. زين، شلون نفتحها؟ اكو هذه الدقمة هنا الاون واوف، هيك هسه فتحتها اني. زين، راح اعلي بالاضاءة، شوفوا هسه مثلا اريده هيك. طبعا هسه اكو ضوء بس بالظلام كلش كلش قوي. هسه تشوفون هاي الاضاءة هيجي اوكي، من هنا راح اعلي بعد شوية، شوفوا عليته اوكي، راح اخليه هيجي حتى تشوفون، بعدين اعلي بعد اكثر، شوفوا الا بعدين شوية اكثر اكثر اكثر، يصير يعني كلش، شوفوا يعني اضاءته جدا جدا عالية اوكي. شوفوا تشوفون الإضاءة مالته شلون هنا نبين، شوفوا مثلا هنا، شوفوا شلون طلعها اوكي. هنا لايت الأبيض، أريد أسوي لايت أصفر، طفي منه اوكي، نحول نشيل هذا اللي هنا نخليه هنا اوكي، يعني جدا جدا استعماله سهل. وراح اشوفكم شلون اخليه بالكاميرا. شوفوا هسه حولته من الابيض اوكي الى الاصفر، صار اصفر، يعني طبعا همين درجته كلش عاليه بس مو اعلى من الابيض. زين، هاي هيك سمنا نتنصو، شوفوا نصيته، تعلوه وتنصو اوكي، واهم شيء تطفوه حتى لا يخلص الباتري اوكي، الباتري الشحن مالته حتى لا يخلص. زين، راح اخلي لكم اياه بالكاميرا وشوفون شلونه اوكي. مثلا عندنا هذه الكاميرا نيكون، موديلها لا كلش جديد ولا كلش قديم، طبعا ترى من الكانون همينه مو بس للنيكون. شو نسوي؟ نشيل هذا اوكي، هذا نسحبه، هذا شوفون اللي هنا ينسحب شوي، على كيفكم حاولوا ويا هذني الشغلات. ليش؟ لانه هذولا حساسات
اوكي راح اجيب هذا. شوفوا هو بي اصلا هنا، شوفون هذا بي. طبعا هذا بالمناسبه اذا هذا مثلا ما قدرت استخدمتوه لهذه شو اسمه، اكو كاميرات هنا بيها زرف اوكي، يعني ام البرغي تخلون البرغي مالتها هنا اوكي، واكو هيك يعني الاحدث هي هيك. زين راح ايش اسوي هذا، تشوفون هذا اللي هيك هنا المربع راح ادخله هنا. هسه مثل ما تشوفون انا دخلته بهذه الطريقه اوكي. هسه هذا راح يتحرك، تشوفون راح يتحرك، لازم شو تسوون من هذه اوكي تسدوها، يعني هيك تقفلوه، شوفوا هيك ينقفل. هسه انقفل، هسه بعد ما يتحرك اوكي، هاي الكاميرا هسه بعد ما يتحرك يعني صار قوي، تقدرون تضبوها من بعد اكثر اوكي. وبهاي الطريقه تقدرون تشغلوه. هسه هيجي فتحته شوفوا اوكي، طبعا تحتاجون ترايبود همينه. وهاي الطريقه هيجي راح يسوي فوكس على الشيء المقابلك، يعني هيجي اوكي. وهذه الطريقة مفيدة للفيديو أكثر شيء. شوف شلون يطلعها حلوة إذا تقربوها، شوفوا هي هيجي هذه الأصلية، هذه من تقربون عليها.